صوت قوي ودافئ، حضور لافت على الخشبة وأناقة نادرة، جمعت فتنة بنت الحسين كل هذا وأكثر. في شيخة الشيخات، الفصل الجديد من سلسلة شريط الحياة، تقدم سمية ضغوري بورتريها عن أيقونة فن العيطة، الفن الصعب والشعبي في آن واحد. عانت فاطمة بنت الحسين من اليتم منذ صغرها وعاشت طفولة صعبة. ربتها أختها وسطع رجلها من أسفي في الرابع عشر من عمرها. هناك اكتشفت فن العيطة ثم بسيدي بنور وأزمور وأسفي مجددا والدار البيضاء. وبمرور اللقاءات والمجموعات الغنائية انتقلت من الحرمان إلى فضاء النجاح والتألق وحب الجمهور لها. وعبر مسار حافل دام نصف قرن وشمل أزيد من 200 أغنية شعبية، نقلت فاطمة بنت الحسين العيطة إلى صيغة المؤنث وأعطت الوهج لهذا الفن والموروث المغربي الغني. هي كانت امرأة بدوية قوية ورجالية، كانت لها هيبة بهذه الروح القروية. كان عندها صوت خارق للعادة، كانت غنية بلا ميكرو تسمي فاطمة بنت الحسين بكولومبيطر. أوصاف الشيخات كان جامعها بمعنى الكلمة. فاطمة بنت الحسين الله يرحمها كانت تغني كاع الطبقات كاملين، اش ما جيتها تغني معك؟ أحسن شيخة اللي دازت عندي ودوات مع كمالجتي هي فاطمة بنت الحسين. بالنسبة لي عندها كاع المقومات ديال 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 التحرر اللي خص يكون عند فنان باش يكون مبدع. Il n'y avait pas ce côté « Oh, ce n'est qu'une chéra ». On sentait un respect de la part du public à son égard. Chéra, tu as un peu plus de cardo. Fatma, tu as un peu plus de أصوات كاينة. بقينا عندنا شيخات. بقينا عندنا حفاظات. ولكن في ذاك المستوى ما كاينش. ذاك الجهد ما كاينش، ذاك القوة ما كاينش. بالنسبة للبعض هي آخر الشيخات، صوت قوي متميز، حضور كاريزما. على امتداد 40 سنة استطاعت فاطمة بنت الحسين أن تفرض نفسها كرائدة من رواد فن العيطة وكفنانة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، بعيدا عن التمييع الذي طال لعدة أسباب هذا النمط الأصيل من الفن الشعبي. فاطمة بنت الحسين فنانة بسيطة بدوية جريئة وصادقة، اختارت أمام رفض وضغط عائلتها أن تغادر مدينتها سيدي بنور، أن تتحدى نظرة المجتمع، أن تشق طريقها بمفردها وسط المجهول من أجل فنها. هذه قصتها. الطفولة ديالي كيما كيدوزوها الناس في الطفولة ديالهم، دازت طايشة قبيحة، إيوا ضاغطة عليا واحد اختي هي اللي مربياني. كانت عايشة في واحد الوسط ديال نقدروا نقولوا ديال القمع. كتضربيها؟ وعلاش هي اش كانت كدير هي؟
ما كندير ليها والو زعما داك الحاجه الخايبه ما كانتش وين كانت عا في الدار مع الشقه كانت مع واحدة بنتي وكيتعاندوا ليا وكان بنتي ما كانتش ضربها ياك نضربها عمرك الحاجه كنتي كتصحابيها غادي تولي فنانه لا من صغرها كانت غير تفن من صغرها كانت وكان في الفن وكان ولد وين مش اف كانت في الفن كانت صحيحة وكان عندها الشعر وكان يجبها راسها واحد الوقيته كانت شيخة من الشيخات اللي كانوا ضاربين عندنا هنا في المغرب كانت وحده يقول ليها الغاليه فؤاد زم وهاد الغاليه كيف تيقولوا بالدارجه كانت ندوزها الصوله كانت صايله يا حصا على الغاليه عاد من كتمشي هاد الغاليه كتمشي عند الناس اللي مخشي منهم قعدت عندنا 8 ايام جات صايقه الطوموبيل تبهلوا فيها الناس شافوا اول امراه سايقه الطوموبيل في داخل العصر وبدات منتهى الطموح ديال فاطمه الحسين ان تشبه الشيخه الغاليه كتعاود ليا الوقيته اللي جات الغاليه جات بالطوموبيل وسايقه ولابسه التكاشط غنات الغاليه ومشات لقات فاطمه بنت الحسين اختها كتخرج وهي كتلبس التكاشط كتعاود ليا وكتمشي قدام المرايه وتبدا تغني تقرب اختي تجي نحط الحوايج ونغسل وجهي ندير داك الشيء ديال المكياج ونغسل وجهي تجي تلقى الاماره ديال داك الشيء في وجهي تعطيني قتله اخت ديالها رفضات هذيك الوضعيه ما بغيتهاش يا ما كانوش باغيينها تمشي للفن كانوا بحال ما تيردوش بكلمه شيخه الوقيته اللي خرجت لتا شي اخت هي خوات قالت لي خوات سيدي بنور قلت لها فين مشيت يا فاطمه قالت لي مشيت عند بالايا قالت لك بعدت هي مشات على الجديده رجعات وتزوجات واحد الشخص معروف في المنطقه رجل ديال التعليم مع كامل الاسف ما كان الزواج فاشل وكان الفراق من الاسباب يمكن هو عدم الانجاب وعمر فاتنا هاد الموضوع ديال انها تزوجات وطلقات بكري وبقات ديال راسها انه اثر فيها كانوا كيغنيو هما مضادات يعني كنحس بهم كن ضد كونكرونس بعضياتهم الاخرى معلمه والاخرى حتى هي بنت الحسين قالت لها ما تعرفيش تما فين بدات ترسم المعالم ديال الشيخه يعني تما بدات من تما نهلت من الاغاني ديال المنطقه ديال عبده الحصبه انا كانوا هما في مستوى بجوج هاد الشيخات غير كل وحده وطريقتها في الغناء بحال ما دار دابا لفاطمه كيقول بحال مثلا تكبت الخيل لفاطمه كتغني بابا برات كبت الخيل وليدي على الخيل يا راقيات الشاويه كتغني مراسها خدوج كانت عندها واحد الطريقه اخرى كتغني
غبرات كبت الخايلة بابا على الخيطة تنضغ. إلا بغيت تعلم الشيخة تدخل الميدان تعلمت الشياخيت كتبقى عند الشيخة المعلمة في الدار كتسخر عليها بعدا وكتعلمها كيفاش تجلس كيفاش تهضر كيفاش تمشى وكيفاش تلبس وحتى داك الماكياج كيفاش ديرو وتعلمها تما كتعلمها العيطة غير في الطابلة كتضرب لها في الطابلة مثلا ولا طارج عندها في الطابلة كتعلم الميزان ديال الخربوشة مثلا تن 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 دن 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 روش نوار تيقولوا ليه الملهى ديال الوضع بقادر تما بني غادي تاخذ جميع الاغاني تما كانت معها حاده واكي كانت معها الشيخه خربوعه ديال زعير وكانت معها واحد الفرقه ديال الشمال ديال طنجه ديال الطقطوقه الجبليه التي تلاقات مع الفطاحله ديال الفن الشعبي ديال الدار البيضاء صالح السمعلي والسي جلول اذا هذه المرحله ديال صالح السمعلي مع السي جلول هي الفوره ديال الحياه ديال الفنيه ديالها وهذه هي المرحلة اللي عرفت التسجيل ديال الأسطوانات. أسطوانات خالدي فن فاطمة الحسين وسجلون. اشتغلت مع شيوخ صاحب المعطي رحمه الله الشيخ برغوت هو خدمت معاه سميته ولد المخزز اسطوانات قدريفان صالح السمعلي وفاطمه بنت الحسين والشيخه دنا صالح السمعلي راه عطاو شي اعمال يا سلام مع بجلول لانه كان خارق للعاده في الميزان تصوري في ذاك الوقت التسجيلات كيفاش كانت كانت صعوبه في استوديو ما كاينش هالتقنيات اللي كاينين دابا وداك كانوا اربعه ناس ثلاثه ناس جوج طريجات وكمانجه وصوت انا اول ما سمعت اسطوانه كتغني يعني بقيت واقف امام واحد المحل ديال التجاره ديال الديسك هكا كانت الاسطوانه وبقيت تاكل من ديك الاسطوانه شكون هذه اللي تتغني شكون هذه وبقيت بغيت غير حتى نشوف هاد الشيخه فاطمه وكديره كان هذيك الوقت هما كاينه ثلاثه غير هي فاطمه بنت الحسين السي جلول صالح السمعلي كان عنده موبيلة حمراء تيهز فاطمة يوصلها للمناسبة على الموتور ويرجع يهز سجلول يوصله كنتذكر إلى جانب فاطمة بنت الحسين الحضور القوي ديال المرحومة فاطمة الزحافة وأيضا خدوج السطاتية صوت جميل ووجه جميل إلى آخره والشيخة خربوعة زهرة الله يذكرها بخير من الأصوات المهمة جدا ديال العيطة الزعرية وطبعا فاطمة بنت الحسين كانت في القمة ف
بنت الحسين الآن فنانة حريفية من الطراز العالي، هي تدرك ذلك كما تدرك أن الوقت قد حان لتستقل بذاتها، لتنعم ببعض الاستقرار الفني ولتكون مجموعتها الخاصة، مجموعة ستقضي معها فاطمة بنت الحسين زهاء 30 سنة. جرت العادة أن رباعي الشيخات يكون عمودها الفقري هو كوامنجي والشيخة الطباعة. فاطمة بنت الحسين بتأسيسها هذه الفرقة تغادر منطقة الرباعي بالمعنى التقليدي لتؤسس مجموعة الغنائية. لقيت اللي تلاقاو خدمة ديالت بنت الحسين زادوا عليها بعد التواشي أو البراويل أو كيف كنقولوا الأغاني الموسمية اللي كانت ناجحة بزاف. قلت لي خصنا نديرو شي شريط كاسيت. قلت لي يا وليدي، قالت لي بارك علي راه سجلت، راه بالعادية الأسطوانة اش بغيت غنسجل؟ خربوشة سجلتها حيت قال لي سجلتها. قلت لي كاين الحمد لله عطى الله ما يدار. قلت نسجل معاكم ما ندير صورتي وما ديرو سميتي. هنا واخا ما دير صورتك سعفناها ما كاين حتى مشكل. مشات ديك الالبوم تنشى تبارك الله، حتى انا فين باغي غادي لا في السوق ولا في اي بلاصه مشيت لها كنسمع ودي مالكم مالكم. انا اللي بغيت بلاكم تسكن حداك اخيو، خرجوها من المجال ديال العيطة، يعني كتغني العيطة ولكن ولات كتغني الغناء الشعبي. لفاطمة خدمت معانا ما عمرني ما سمعت انا لفاطمة قالت شعيب شحال كاين ولا شحال صورنا ولا شحال. هذه الحاجة الوحيدة انا عمرني ما سمعتها من لفاطمة. كنا كنجيو كتوصل لباب دارها كتهز السويق ديالها كتشد داك الرزق تقول الله يخلف. درنا جولات في فرنسا في هولندا بلجيكا لندن، مشينا لايطاليا مشينا ما خلينا فين مشينا. راه النهار اللي تيقول لي عندك السفر راه سيمانه ما كترقدش. واحد النهار هي عدي وعيطوا ليها قال لها عاد غتمشي لفرنسا. قالت لي فاش؟ قال لها في الطياره. قالت لي حل سولي عاد حشا وقت ما وصلت. تما كانوا المغاربه تجي تصيبين الدراري هذيك الساعه والبناء والعيالات تيبوسوا الدفين ديال الشيخات. مناش ولاد المغرب مغاربه ما ناسينش بلادهم تيبكوا. المرحله ديال اوروبا كانوا الناس يستقبلوا الجاليه المغربيه كانت هي المتنفس ديالهم. اما ملي تيدخلوا للمغرب ابار المناسبات والافراح الشعبيه داكشي اللي كانت تدار مثلا على المستوى ديال الاقاليم داكشي كامل كان على مضض كانت تديرو بز عليها. والعطفيه من عبود يا مول علامات يا وزيد سلامات ولا عبد الله بن حسين كان
كان واحد الضغط ما نساوش، كان ضغط يعني لا بغاوك المسؤولين ما تقدرش تقول لا. كانت السلطات العمومية والإدارة الترابية يجيبوا الشيخات والشيخ يهزوهم من إقليم ديالهم يديهم إلى إقليم نائي بعيد، وخصهم يغنيوا ويرقصوا في الشارع العام ويديروا السهرة في الليل، ما يعطيهمش المصاريف ديال التنقل، ما يوفروش لهم الوجبات ديال الأكل، ما يعطيهمش حتى الماء يشربوه، بواحد الإهانة بواحد الاحتقار كما لو أنهم لا شيء. أنا خدامي في حفلات أعراس سهرات والمواسم موسم مولى عبد الله. عموم الشيخات يكون لهن ولاء للأولياء، لأن كل شيخة عندها ولي، وولي فاطمة هو مولى عبد الله أيت مغار. موسم ديال مولى عبد الله كانت هي ليدول، هي النجمة ديال 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 الموسم. ثلاثة سطيل البحر، ثلاثة للجرف الصفر، ثلاثة سطيل القبلة، واللي هو مولو عسيا دير الجامع تما. Et donc là je découvre Fatna et je succombe complètement à son charme. Je venais de produire, d'avoir produit Trans, Hal, et donc l'idée m'est venue de continuer à produire un film de musique, mais sur le thème des Shekhat, et surtout, plus que sur le thème des Shekhat, sur Fatna elle-même, parce que c'était sa personnalité qui me passionnait. J'ai la vision d'une femme tranquille avec elle-même, quoi. C'est-à-dire que très décontractée, même plaisantant assez souvent. D'ailleurs, je crois que l'image que vous avez là dans mon bureau avec toutes ces femmes, et, en fait, là, elle sourit au photographe qui était Jean Dubois-Béranger, qui nous a suivis pendant ce tournage, et elle plaisantait tout le temps avec lui. انا كنعرف شيخات ما كانوش كيخدموا مثلا في الحفالي في الزنقه، وفاطنة في الدرسه ديالتها في الاوج ديالها كانت تخدم في حفالي في الزنقه وفي احياء شعبيه. Fatna, c'est l'antistar, parce qu'au contraire, ce qui l'a caractérisé, c'est la proximité qu'elle avait avec le public, avec les gens, avec les hommes de la, avec les cavaliers. Donc, au contraire, c'était une diva populaire. في البوادي في الحوادر لا اسم على فم مولع فن العيطة إلا اسم فاطنة بنت الحسين، في وقت لا تخلو فيه ساحة الفن الشعبي من شيخات متمكنات. ميزتها شخصيتها القوية، عفويتها، تجاوبها الكبير مع جمهورها، ومخزونها التراثي الهائل. فاطنة بنت الحسين شيخة طباعة فريدة من نوعها. I'm
فاطمة الحسين في لباسها، في شكلها، في الرطانة، في اللكنة، في نبرة الصوت، مخارج الصوت، في الشكل التعبير، فعلا تتجسد الشيخة، نموذج ديال الشيخة الرعوية القروية المزارعة القريبة من التراب. تتحسي في كلامها، في إيماءاتها الجسدية، في شكل الحضور ديالها، في شكل الأداء ديالها، أنها تشبه التراب الذي انبثقت منه. كانت فاطمة مسكينة الله يرحمها ما قارياش، أنها كانت إنسانة حفاظة، وكانت إنسانة كل الحب ديالها حاطها في العيطة اللي تتحيطم لي عظامي، وهي في خربوشة تتسمى الفرادي ديال خربوشة اللي كتوصل داك الفرادي، راه ولو تقول فيه نهار كنت سيبها ما تكملوش، الكل تيشهد لها بالفرادي ديال خربوشة. هي كانت مرأة بدوية وقوية ورجالية وجندية، لا في وقفتها ولا في هيئتها ولا يعني، وما كانش الناس ما كانش كتجذبهم الأنوثة ديال فاطمة، هذا خدي من عندي الصح صحيح، كانت جاذبة الناس بالأداء، كان بغيتي الجمال راه عندنا شيخات هنايا راه بحال كيف تيقولوا بالعربية بحال البيض المنقي. Je peux vous dire que la première fois que j'ai entendu chanter, j'avais les poils qui se dressaient. J'avais la chair de poule, voilà. Et pour moi, c'est ça mon barème. Je suis un peu plus jeune. Je suis un peu plus jeune. كتغني وصافي راه غاده وصافي وعينك كدور كودير كودير، ما يمكنش كتغني بالاحساس بالروحي، ما كتسوقش اللي قدام ولا شي حاجه. كانت فاطمة كتلبس الكمانجة، كنقولوا حنا بكلام لغز الشيعة كيقولوا الشيخة خصها تلبس الكمانجة، تلبسها، كاين اللي كتغني كتغني وما تعرفش تتعامل مع الآلة، ما تجيش قدها قد الآلة، كتجي عاد وصافي تبدا تغني وانت راك في جهة وهي في جهة. طباعة باش تكون طباعة ماشي خصها غتكون لابسة تكشيطة مفاردة على الشيخات، طباعة باش كتكون طباعة بالقوة الصوتية باختلاف النبرات الصوتية عن الشيخات، باختلاف الأداء عن الشيخات، بالندهات، الندهات هو التبلوير ديالها كيف كنقولوا حنا المضيغ، يعني الشيخة كتغني وهي كتخرج الأغنية من الحنة، ها وكتخرجها يعني كتشبه الفراش ديال الكمانجة. الإبداع، الوقفة، شوفي الشيخة الطباعة وشوفي عود سناح، عود ديال الصبا كتلقيه. وتهزو في الليل على كساس خيل، فاطمة الحسين كان عندها صوت قوي جدا وصوت مهم، ولكن ايضا كانت عنده حدود وعنده نقص خاص. فاطمة كانت تغني في العبد اللهوي. شنو هو العبد اللهوي؟ العبد اللهوي فيه واحد الميزه زوينه، عبد اللهوي هو ماشي طبقه عاليه، ما كتغوتش بزاف، ماشي طبقه حاضره، جات الوسط هذا العبد اللهوي. كانت معايا انا غنات، كانت معايا ديك العيطه ديال
ما شفت الغزال وعيات ما تحاول تشد معايا بغات تغني معايا تشد معايا في الغزال وقالت لي انا العيطه البيضاويه راه ما عرفش ليها ما نقدرش نتلح بها تقدر تغني كل العيوط ولكن ما تقدرش تغني كل عيطه من الاول حتى الاخر ديالها كاين عيوط اللي كانوا صعاب عليها على حسب النوع ديال 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 الصوت اللي كان عندها والكوفر اللي كان عندها فاطمه غنات جباله غنات الجبل العيطه الجبليه وكانت موفقه في الزعري وفي الحب الزعري بزاف وكانت تغني الحقوقه الحق وكانت تغني الملالي غنات عيوط الدار البيضاء عيوط المرسى كانت تاديهم بواحد الطريقه غريبه غنات عيوط عبده خلاص هذيك معروفه بها كتقول لك راه العيوط تاع عبده راه ساكنين ليا في الدم واللحم يا جد على عيني يا ويك جديد يا يابا يا لي 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 pour moi c'était vraiment du blues à part entière et j'ai vraiment j'ai même pas pu contrôler mon émotion ce qui prouve à quel point son chant me touche peut-être sa voix rock ça c'est sûr que dans le Mersaoui elle excelle complètement hein, et que j'ai été très très sensible à ça on sentait un respect de la part du public à son égard il n'y avait pas ce côté oh ce n'est qu'une chéra المناسبات اللي غنات فيهم فاطمه بنت الحسين ما كنظنش بان كان عندها اهتمام انها تكون رد البال الصوره ديالها اللي غتعطي الى اخره العكس كنعتقد بان الصوره اللي كانت دائما كتبغي تعطي هي انها ما كتسوق حتى لشي واحد مقتنع براسها طبع ديال الشكل ديالها وفي وقفتها وفي ادائها هي كندير خط احمر قدامها عندنا يعني يقدر بنادم يجي تيلقى داك الخط الاحمر وكيرجع هي فاطمه راها مرأة ولكن في نفس الوقت راجل فاطمة كان تعامل ديال الرجال عاشي ديال لابن كانت قوية وقاسها وعندها شخصية ديال الرجل J'ai l'impression que peut-être que ce qui a caractérisé Fatna, c'est qu'elle dégageait d'elle quelque chose d'une classe qui ne l'assimilait pas à ce cliché péjoratif de la chéra vulgaire, etc. C'était tout le contraire. انا كنت مع نفسي تنجلس وكنقول يا ربي وصلت انا واحد النهار بحالك بحال فاطمه كنت واحد العز فيه لفاطمه كثير احياء السهرات الليالي البيضاء التنقل المستمر لم يعد لفاطمه بنت الحسين القوه والشباب لمسايرة إيقاع الحياة الفنية قدراتها الصوتية لم تسلم من هذا التعب وعلاقتها بمجموعتها هي الأخرى طالتها بعد التجاعيد كنا في التكريم ديال بشعير البيضاوي وانا ديت غير الدراري ما معايا حتى واحد غير الفرقه ديالي الدراري كوما نجي عواد دربوكا صافي وهي كانوا مع الدريات نيت كانت حافظه وكان كل شيء وكل واحد قالوا لي اش دوز زعما دوك القطاع المرصوي اللي مسجل بشعير البيضاوي كل واحد اش يدوز
فاطمة مسكينة ما قدرتش هذيك ركوب الخيل شوية عالية، ما قدرتش عليها. أنا بنفسي أنا ما كيعاودوا لك عارفة مع التصويرة، قلت لها فاطمة خلي حافظة دوزها، وزعما بلا ما تقعد مع الدبنتي ومع الدبن. قالت يلا، قلت لها بحال بحال واخا ما غتهضريش راه فاطمة بنت الحسين باينة. قالت يلا دوزها. خاص صوت شويه نقص، مابقاش كما كان في الصحه ديالها في الجهه ديالها، بقات الحلاوه وبقى الطرب. هي عيات، حنا ولينا تنحسوا بها عيات وتنشدوا الليل، راه كاين الليله اللي تنخدموا من 9 الليل حتى ل 7 الصباح ولا 8، راه ما يمكنش اي بنادم راه صغير ويعيا. لا تعيطوا لنا الناس، تيقول لنا ولا بدا تجيبوا معكم الحاجه يا ودي، راه مريضه راه عيانه راه هذه. لا سيدي واخا تجيبوها عاد جلس. شحال يعني الجمهور ديالها تيقول ما كاينش فاطمه ما كاين حتى حاجه. طرا ليها واحد المشكل مع الفرقه اللي كانت معها، مع كامل الاسف لانه حنا تاسفنا داك الشيء، تاسفوا عليه الناس وكانوا دخلوا الناس باش يحلوا هذا المشكل، ولكن كان الجرح عميق. في الحقيقه الترفيه ما بقاش مسكينة تفرق عليهم، ماشي اللي قالت لي، قالت لي ملي تفرق على الدراري تأثرت. أظن أن ماشي فقط متأثرة، كانت متأزمة وكانت تشعر بأن هذا الانفصال لم تكن تريده، هذا الانفصال فرض عليها وأنها تشعر بقرب نهايتها. أنا أظن أن ذلك هو ما عجل بنهايتها، وصلت للحظة من اليأس، كأنما كل ما عملته وكل ما قدمته ذهب أدراج الرياح. وقد حاولت أن تستعيد تجربة وتعيد انطلاق من جديد. غنات مع خلوق، كان عيسى خوه، وخلوق تضرب الكمانجة، غنات معهم تقريبا شي عام. واخا دير من غير ولاد خلوق صافي، هي دابا بينت بحالها وما تخلوا على ولاد بنعقيدة وبغات دير ولاد أخرين. وتعتزلوا ما قدرتش، عاود تسجلات مع عاود صوبة، واحد السيدة دات معاش تسجيل مع عاود صوبة. الوقت اللي كملت معها تنهتات وتأسفات، قالت لي يا ودي مع الأسف ما جيتي عندي حتى لقيتيني أنا ساليت. فاطمة في الأخر يعني ما بقاتش كت كيف تنقولوا، ما بقاش عندها الهيشة ديال الغنى، عرفت شحال طحنت من عام. وهي كانت تقول لي حجيب راه انا غادا نجلس، وكتقول لي راه شي نهار غادا نصبح نبات شيخه ونصبح جالسه في الدار. ملي حسات مرضات، حتى كانت مولفه واحد الجوف شكل، مولفه تخرج، مولفه تكون ديما ضاحكه، مولفه يعني تشوف الناس، تجمع مع ناس. ملي جلست ولات في الدار جالسه صافي. هاد بوحدها مسكينه كانت تعيش مع الناس، ولات شويه بوحدها مع الخادمه ديالها، مع واحد الولد اللي تسخر ليها وداك الشيء، اخي ديالها نوبه فقعانه عليها نوبه معاها. في الغناء بقات قليل كتسمع ليه، بقات قليل يعني ماشي بزاف. ملي كتريح كتقول لي يا ريحان غدا ان شاء الله غادي نطلع للرباط عند حاجه بالريح مع شويه، راني قنات فهاد سيدي بنور. كدوز مع داك 5 6 7 سيمانه يعني اكثريه، يعني كتمشي للرباط. حجيب كان كيشد لفاطمه خاطرها بزاف،
كنا كنمشيو مع لا فاطمه وكتمشي لدار حجيب وكتبدا كتشرط هي الحجيب شنو غيدير ليها اجي عرفتي اش بغيت ها بغيتو ها بغيتو ها بغيتو قول لي لا فاطمه اللي بغيتي انا راه عندي في الدار وكتغضب عليا عيط لها ما تجاوبنيش شويه تعيط راسها الغضبه ديالتها هي فيها ما فيهاش بزاف فيها واحد شويه صافي واحد النهار مشات للحمام ملي مشات للحمام ما جات الصونات قالت لي هبط حل عليا ريحه راني عيانه عيط لها قالت لي ولدي رانا مريضه رانا مشيت للحمام وراه بغيت نمشط راسي وراه ما قداتش طاحت لي يديا لقيتها دول عند واحد الاخ ديالي في مراكش وبصرت الدائره عند الطبيب ديال السكانير عنده شي حاجه في المخ ديالها نهار اللي غادي نجي عندها فيه لغد ليه دخلت للكوما هي دخلت للكوما غيومين دازت 4 ساعات على المجيء ديال المدينه ست النور دات الشهادة ديالها وتوفات يوم 6 أبريل 2005 يا بابا والحصبة ولا يا بابا يا بابا سرو تعطبا علات علات تنسو لك يا راه عزيز وغالي يا وليدي يا اللي ما عزاني فيك ويتك يا حسبت ونصراني أدا ده يا أدا دوا الفراق يبان أسيدي سيدي لأمي لبابا أيما يما أنا من سال عليا أنا والجبال اللي ضرقوا كريبهم عشراني وهاد الزمن راه بلاني أنا وين حومة وساكنين انتوما أنا وريني باب داركم نجيكم يا بابا راه تكبت الخايلة قدي على الخايلة يا راقية الشاوية بابا يا راقية وحدة هي والهوى صعيب يا الحبيب بابا رانا شرج عودو بتمشي الفس يا رخلا الهوى حساس بابا يا را الفرادي وحدو غادي يا ويا ويلي يا يني يا يني الهوى صعيب بابا تكي عمرو وبنيتي على هلو ولا لا راه غدرو بني عمو امالي وخروشا دروالك بيضا وابتي ويلا مشيت ولاموني بابا ما يكون باس يا سيدي وبليتونا يا وين يا وين يا وين وموالفك قيدي بابا وهادو خيل يا بابا والله الله تفكروا الحباب بق يا شبر فيه يا وشي مداها رد العقايل معاه يا راه الغليمي سيدي احمد العطفه يا بن عباد يا راه المعاشي وسيدي سعيد راه مول الزيتونات يا ولاد بليني يا الحبيب اش كان سبابي يا ولاد لا ولاد لا والعيون سراده يا الحبيب الخدود ورادق يا راج في الزين وما يتعاد نا 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 وراه يا وين يا وين
خلفت فاطمة بنت الحسين بعد وفاتها تراثا شعبيا يفوق 100 أغنية، ونجحت بشجاعتها بتحررها وبصدقها أن تغير شيئا ما نظرة المجتمع، وأن تعيد لكلمة شيخة معناها الحقيقي، الفنانة المبدعة الصناعية المتفانية في فنها. شكولي خدامه عونات لي قدامه يا ابني كلمة حبه والعام يعمروا القبة يا انتم أولاد حريز شكوم شريف عزيز يا السياد يا أبو لويز يا رخبروا في باريس أولاد الخلافة سنينكم بضيافة يا صايف طول الشيخ جديد